تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من اخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنه عمان الشقيقه عرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته